مساكم الله بالخير مشاهدي برنامج كلنا مسؤول على قناة السعودية، وكذلك من يستمع لنا عبر أثير إذاعة الرياض، ومن يتابعنا الثامنة مساء على قناة اس بي سي. نبدأ حلقتنا كالمعتاد بملخص للبيان الصحفي اليوم لوزارة الصحة. اليوم أعلنت الوزارة عن تسجيل 3036 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، فيما تم تسجيل 3211 حالات تعافي إضافية و42 حالة وفاة جديدة رحمهم الله جميعا. طبعا يعني زيادة عدد حالات التعافي يبقى هو من المؤشرات الإيجابية اللي دائما نتحدث عنها إن شاء الله. استقرار يعني الأرقام ومنحنى الأرقام يعني التي الحالة تكتشف، هذا بحد ذاته إيجابي، لكن إن شاء الله سيكون أكثر إيجابية بوعينا عندما تنخفض هذه الأرقام ونسب الإصابات من خلال اتباعنا كأفراد من باب مسؤوليتنا الاجتماعية الإجراءات الاحترازية في موضوع التباعد، لبس الكمامات، غسل يدين بالماء والصابون 40 ثانية باستمرار، وغيرها من الإجراءات التي تؤكد عليها دائما وزارة الصحة. نروح لخبر ثاني. يوم أمس أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2020. لما نقول ربع الأول احنا نتكلم عن ثلاث اشهر، الثلاث اشهر يعني من بدايه عام 2020 واللي سبقت بدايه ازمه جائحه كورونا والاثار المترتبه عليها. وبحسب تقديرات مسح القوى العامله في الربع الاول من عام 2020 فقد بلغ معدل البطاله الاجمالي لاجمالي الاسكان من عمر 15 سنه فاكثر 5.7، وهو ذات المعدل في الربع الرابع لعام 2019. أوضحت كذلك نتائج نشرة سوق العمل أن معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي سكان 15 سنة فأكثر بلغ 58.2%، محققا بذلك ارتفاع بمقدار 1.8 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2019. ويرجع الاستقرار في معدل البطالة وارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى زيادة أعداد المشتغلين والمتعطلين في المسح، حيث بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للذكور 80.4%، بينما بلغ معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث 25.4%. وحول مؤشرات مشاركة القوى العاملة للسعوديين في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول الرابع من عام 2019، فقد انخفض معدل البطالة من 12% إلى 11.8%، حيث بلغ معدل بطالة السعوديات 28.2% بانخفاض قدره 2.6 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل بطالة السعوديين الذكور 15 سنة فأكثر وبلغ 5.6% بارتفاع قدره 17 نقطة مئوية. هذا تقريبا ملخص للنشرة اللي أصدرتها هيئة الإحصاء. غدا إن شاء الله ستكون لنا وقفة تفسيرية وتعقيبية كذلك وتعليق واستقراء لهذه الأرقام ولهذه الإحصاءات التي ذكرتها نشرة هيئة الإحصاء حول سوق العمل والتوطين، وبالتالي هو موضوعنا سنفرد له غدا إن شاء الله حلقة كاملة نعلق على هذا أو هذه النشرة والأرقام والنسب الواردة فيها. اليوم يعني عندنا شريحة مهمة جدا، ربما قصرنا في بث الرسائل الخاصة فيهم أو التي تتعلق بالتعامل معهم، شريحة الأطفال مع أزمة كورونا، لا من الناحية النفسية، لا من الناحية الصحية، لا من الناحية كذلك التربوية الترفيهية لهم. كيف نتعامل معهم في هذه الأزمة؟ كيف يمكن يعني أن نعوضهم عن أشياء اعتادوا عليها مع هذه الأزمة؟ ما عادوا أو يعني يخرجوا من البيت قبل فترة مع العزل المنزلي إلا قليل، أو يعني ما كان في أحد يطلع، الآن ربما الخروج يعني يكون محدود، وغيرها من الأمور، أمور كثيرة تتعلق بصحة الأطفال النفسية وكذلك يعني الجوانب السلوكية والتربوية راح نتحدث عنها. وخلوني أرحب بالضيفين أستاذة ريما الإبراهيمي المستشارة النفسية، وكذلك الدكتور أيمن الحازمي استشاري الطب تطور وسلوك الأطفال. حياكم الله معنا. ولكن قبل أن نبدأ سوينا استطلاع للرأي، سألنا مجموعة من الناس ما هي الخطوات التي اتبعتها
لكي يتجاوز طفلك أزمة كورونا. خلينا نشوف شو قالوا. تفهم الطفل عن كورونا انه لازم انك اول ما تخلص من شيء لعبه كذا ترسل يدينك وتعقم اللعبه نفسها. ما كنت ادخل اي حاجه البيت اللي هي معقمه، طبعا ما خرجتهم ولا اي مكان، قعدوا تقريبا الاربع شهور ما شافوا الشارع. دائما نوريهم الخطوات ونشرح لهم ليش الكورونا ومن فين جات وكذا يعني. والله عوضناهم بالالعاب المنزليه و يعني الخروج اوقات السماح برفع الحظر. ما اخليهم يخرجوا من البيت، احاول اوفر لهم كل شيء في البيت، اشياء اللي اجيب لهم هي من برا لازم اعقمها انظف لهم هي بعدين اسلم لهم هي. التزام بالمنزل وفقط لا غير، يعني ما في لا تماشي ولا خرجات ولا طلعات بس. طيب هذه كانت ترى بعض الناس اللي اخذنا ارائهم حول كيف يعني يتعامل مع الطفل وحتى يتم تجاوز هذه الأزمة وتداعياتها. خلينا نبدأ مع الأستاذة ريما. أستاذة ريما، الطفل طبعا يعني يمكن يحتاج إلى نوعية خاصة من التعامل، طريقة معينة في إيصال المعلومة. يمكن هم يشوفون في أجواء الأسرة أنه أمور كثيرة تغيرت ولكن ربما يجهلون شو اللي قاعد يصير. كيف يتعامل الأب والأم مع الطفل؟ كيف يمكن نحافظ حتى على صحتهم النفسية في ظل هالأزمة؟ نعم، بداية مساء الخير عليكم. بالنسبة لي يعني الأوضاع كورونا مع الأطفال تحديدا وكيف الأسرة تقدر تتعامل مع الطفل وتأثيراته، إحنا أحيانا نهتم بالجوانب الصحية الجسدية بشكل كبير والاحترازات وهذا مطلوب معروف، ولكن الجوانب النفسية مهمة. يعني ينشأ عند الطفل خوف، ينشأ عند الطفل القلق التوتر، فعلاقتي مع أبنائي طريقة فرض الاحترازات هذه مهمة جدا. خلينا نقول إذا كنا على الأطفال في خوفهم وتوترهم ينقسموا إلى اثنين. في بعض الأطفال وإحنا نعرف إنه الخوف طبيعي موجود، ما في شخص ما يحب الخوف، الكل الخوف الطبيعي اللي الكل يشعر فيه. الإشكالية ليست بالخوف والقلق منه، الإشكالية هنا عندما يستمر الخوف لدرجة إنه يكون له تأثيرات سلبية. لما يكون له تأثير سلبي، إيش التأثيرات السلبية اللي ممكن تكون من الخوف والقلق؟ وش التأثير السلبي يعني اللي تقصدين فيه على الطفل؟ نعم، انا اللي اقصد التأثيرات السلبية ممكن يشعر الطفل بخوف وهذا طبيعي فترة ينتهي الخوف، صحيح؟ عنده توتر، عنده قلق في موضوع معين فترة وينتهي. التأثيرات السلبية عندنا ممكن يبدأ يمص الإصبع، قضم الأظافر، التبول اللا إرادي، سلوكيات عديدة. أول ما يظهر أو سلوك الخوف يبدأ الطفل يبعد، انطواء عنده. إذا بدأنا نشوف السلوكيات هذه نعرف إنه الخوف والقلق هو أثر فيه. هنا في أشياء سلبية أثرت فيه. هنا يحتاج بالتأكيد يحتاج إني أنا كأسرة إني كيف أنا أتعامل معه وأقلل من الخوف هذا. نعم، في تأثيراته السلبية. فكيف أنا كوالدين إني أنا أبعد الطفل عن الخوف والتوتر؟ هو طبيعي إن الاحترازات طبيعي إني أنا أبعدهم عن شيء، ولكن أبدأ أتناقش مع الطفل، أتكلم معه في الأمور اللي المفترض إنه ليش أنا أسوي كذا. لأنه الطفل إحنا نعرف إنه الأطفال ما يتكلم، الطفل ما يعبر. صحيح. صحيح. أنت كلنا نقدر نعبر عن أشياء مضايقتنا، لكن الأطفال ما يعبر. طريقة أسلوب تعبير الأطفال عن خوفهم ما يظهر بشكل كلام، هي واحدة من الطرق الثلاثة. إما طريقة الرسومات، واحد ممكن يرسم الطفل بشكل عفوي رسومات عادية، من خلال الرسومات نقدر نكتشف إن الطفل عنده مشكلة ممكن. اثنين، عن طريق القصص، لما أتكلم معه في قصة معينة ومعروف إن الطفل ما يكذب، يعني يطلع اللي عنده على طول، يقول والله في القصة. لما أعطيه أحداث قصة معينة لما يتكلم في القصة إيش يقول؟ يجيب الأحداث بيطلع على طول اللي في نفسه، إنه هذا الولد كان خايف علشان كذا. قصة عادية، فبالتالي يسقط ويظهر الأشياء اللي
عنده. ثالث شيء، آخر شيء بس أقوله، من خلال الألعاب، من خلال لعب الطفل أقدر أعرف أيضا في نفسيته، والخوف والتوتر تحديدا، يعني أغلب الأطفال للأسف الشديد بعد كورونا كثير عندهم خوف وقلق وتوتر، لذلك من هذه الأمور أقدر أنا أعرف ابني أنه عنده مشكلة نفسية في القلق أو لا. نعم. جميل. طيب الدكتور أيمن، يعني كذلك أريد أن يعني يمكن نركز على مسألة سلوك الأطفال. نعرف أنه عادة سلوك الطفل هو سلوك مكتسب يعني من والديه عادة، يعني هو يحاول أن يحاكي والديه في كثير من السلوكيات أو أنه يعني يتقبل من والديه. لكن السؤال، لنفترض مثلا الوالد أو الوالدة أحد عنده مثلا إشكالية، عنده والله هو عنده خوف أصلا وقلق مثلا، يقعد يعاني من هالإشكالية، متوتر أيا كان مثلا، الطفل كيف يمكن أننا نعزله عن أي تأثيرات نفسية سلبية داخل البيت ولا يتأثر؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نمسي عليكم بالخير على مستمعينا الكرام من أثير الإذاعة وعلى المتابعين في شاشة التلفزيون، وشكرا لكم على تسليط الضوء على هذه الفئة الغالية من أبنائنا. إجابة على سؤالك أخي الكريم، بالنسبة لي ما تفضلت به من تأثر الأبناء بآبائهم في حكاية التوتر والقلق، هنالك حكمة تقول بأن أبناءنا مرايا لنا، كلما يعني الطفل كالإسفنجة، كلما ظهر علي التوتر والقلق أنا كأب صار الأبناء يكتسبوا بشكل كبير جدا 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 من هذه السلوكيات غير المنطوقة غير المتحدث بها، لا من لغة الجسد، من القلق، من التوتر، من كثرة التردد، من الأشياء هذه يتشربوها كما هي، هذا انتقال مشاعر وليس انتقال أفكار. علينا وبالمثال هذا عندما نقول أن أبناءنا مرايا لنا، إذا كانت الشخص أو الأم أو الأب يرى في هندامه أنه غير مرتب، مثلا المكياج عند الأم خربان، هل تقف أمام المراية سترى أنه هنالك إشكالية، هل ستقوم بتعديل المكياج على المرأة أم على نفسها؟ هنا المرأة هم أبناؤنا، فإذا كان هنالك أشياء ملحوظة بشكل كبير جدا على أبنائنا من القلق، لابد بالدرجة الأولى أن نفتش على وضعنا إحنا كآباء ونسيطر على أنفسنا، هم انعكاس لنا، فإن هدأنا وشعرنا بالأمان أوتوماتيك صدقني أنه طيب كيف أتعامل معاهم؟ طيب يعني كيف أوضح لهم وش اللي صاير مثلا؟ يعني أنا بعطيك مثال على أساس ما أكون يعني أتكلم عن شيء، إحنا كلنا عايش وكلنا آباء ونتعامل مع أبنائنا، يعني مثلا ولدي سلمان يعني قاعد يقول بابا يا ويلكم من ربي ما عاد تطلعونا من البيت مثلا، هذا مثلا يعني حسيت أنه في ضغط. أمر ثاني قبل يعني حتى يمكن أمس وأنا طالع بجي التلفزيون، بابا لا تنسى تغسل يدينك بالماء والصابون وتلبس الكمامات، يعني قال لي هالكلام من ليش؟ لأنه صار في حوار بيني وبين والدته تمام وتكلمنا عن هالموضوع فرسخت عنده وصار كرره. هذه الجزئية كيف احنا نوعيهم مثلا بالجوانب التوعوية الاحترازية ويفهمون وش معنى الفيروس، وش معنى انه ترى يمكن يعديك احد، وكيف اني يعني في نفس الوقت يعني ازرع فيها الجانب يعني انه يكون مستقر ويكون يعني يعرف انها مرحلة ان شاء الله وبتعدي. يا سلام عليك يا ابو سلمان، سؤالك وسؤال ابنك جدا واضح. بالنسبة للمسك العصا من النص بتوازن هو الطريق الآمن. مثلا على الطفل هنالك مثلا قصص مصورة أو كتيبات أو حتى أساليب الحوار سؤال وجواب مصممة للأطفال، يمكن من خلالها شرح الفيروس بأفكار بسيطة تساعد فيها الرسومات والأشياء هذه على إيضاح أنه هذا شيء ينتقل عن طريق الرذاذ، قد يؤدي إلى أعراض معينة في الجهاز التنفسي مع حمى معينة، في بعض الحالات ككبار العمر أو الأطفال أو الحوامل اللي في خطورة عالية قد يكون مضاعفاته أكبر. علينا أن نعطيها الخطة العملية. طيب إيش المطلوب؟ دائما ما نعبي أفكارهم أو روسهم بأفكار عامة، لابد أن نعطيهم خطط عملية. مثلا أنت عليك أن تحافظ على نظافة يدك، تغسلها إما أنه أقل شيء 40 ثانية بالماء والصابون قبل وبعد طلوعك من البيت لاستخدام الأشياء العامة. علينا أن نضبط بشكل كبير جدا، أن نصور لهم أن اليد هي التي تنتقل أكثر شيء ناحية الأنف والفم أو مسح العين، هذه هي مداخل الفيروس العدو اللي إحنا نعتبره عدو الآن. بهذه الطريقة إحنا تؤول الخطورة إلى الصفر إذا بس اتبعنا التعليمات هذه ونقوم بتدريب الطفل أمامنا ونصوره فيديو. أوكي يا سلمان أنت والله أخطأت، لمست بيدك
المغسلة مثلا احنا مكان عام ومشترك في اشياء معينة لمست وما غسلت يدك قبلها وبعدها او لمست انفك اكثر من مرة. احنا نعطيهم الشيء العملي. على الجانب الاخر مو لازم نتكلم كثير جدا كل ما طلعنا ونزلنا الفيروس ونجيب لهم قصص مأساوية كاللي يشعرهم بالخوف من الفقد او بالحالات المأساوية او انه جائحة ممكن تبيد البشرية. ترى الطفل يبالغ في الاشياء ويفكر فيها كثير قبل ما ينام. طيب احنا لازم توازن. تفضل. جميل. احنا مكملين بس بطلع هذا الفاصل. بعد الفاصل راح نتكلم عن نقاط جدا مهمة كيف نبعد أبنائنا مثلا عن الواقع الافتراضي مع البقاء مثلا في المنزل او تعلقهم بالتقنية وحتى ما يتأثرون يعني فيها نفسيا خلال المرحلة. فاصل. وبعد الفاصل تفاصيل كثيرة حول الأطفال تهمنا وتنكر بأسرة وكل أم. خلوكم معنا. أطفالنا وأزمة كورونا موضوع ملفنا لهذه يعني الحلقة من برنامج كلنا مسؤول. ورحب مرة أخرى بالضيوف اللي معي الأستاذ ريم الإبراهيمي المستشارة النفسية وكذلك الدكتور أيمن الحازمي استشاري طب تطوير سلوك الأطفال. خلونا نروح لبها مراسلنا عبد الله آل عبيد وضيفه سعد الجوني مدير عام التعليم بمنطقة عسير للحديث عن فعاليات المخيم الكشفي اللي راح يطلق الآن. تفضل عبد الله. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. صحيح أتواجد هنا مدينة أبها الحديث عن وصول هذه المنطقة تحديدا ممشى الروضة أحد الأماكن المميزة هنا في منطقة عسير. يشارك معي أيضا هنا في إطلاق هذا المخيم الكشفي سعادة مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ سعد الجوني. حياك الله أستاذ سعد ضيف معنا اليوم ونبارك لكم إطلاق هذا المشروع الذي سيخدم بإذن الله طلاب وأبنائنا وبناتنا الطلاب هنا في منطقة عسير. الله يحييكم وسعداء بتواجدكم معنا ونحن ندشن هذا البرنامج وفق توجيهات سمو أمير المنطقة وضمن أن تكون برامج مفيدة في جميع جوانب الصحية و طيب لنشوف يعني موضوع الصوت ونرجع لمراسلنا عبد الله العبيد. طبعا منطقة عسير يعني تحية للأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير. يعني أبها عندنا طبعا موسم الصيف تنفس ووجهات سياحية احنا نعرفها من ومن صغر أبها، لكننا نتحدث الآن عن وجهة سياحية حضارية جديدة هي منطقة عسير. التطوير اللي قاعد يصير في المنطقة، رؤية المملكة 2030 اهتمامها بالجانب السياحي وتطوير كافة مناطق المملكة. منطقة عسير يعني فيها يعني لو الواحد يخصص يعني شهر كامل يتجول ما بين مدن منطقة عسير، يروح لبها، يسير على تنومة يعني ويروح يعني يتجول في كل يعني خميس مشيط، يعني الجو الجميل والطبيعة الخلابة والأهل الطيبين الودودين يعني المضيافين أهل أبها، يعني منطقة فعلا سياحية يعني بكل ما تعنيه الكلمة. والجميل حقيقة التطوير والحراك والعمل الميداني اللي قاعد نشوفه الأمير تركي بن طلال سمو أمير منطقة عسير اللي فعلا يعني الميدان والاطلاع على الميدان. دائما المسؤول عندما يقف في الميدان أكثر من جلوسه في المكتب فهو يتابع كما يجري ويتابع كل العمل والتطورات. طيب خل عندنا استطلاع للرأي. حرجع إن شاء الله لعسير وبها. سألنا مجموعة كيف استغليت فترة الصيف في أن تبقى وتقضي مع طفلك وقت ممتع؟ إيش قالوا؟ تابع. أنا صراحة مسويت لهم في البيت حوش، حطة فيه زرع وكذا وجلسة، جيبت لهم بلياردو، جيبت لهم فلفيرة، تعرف الفلفيرة طبعا معروفة في المدينة، فحاولت إنهم يستمتعوا في البيت. والله صراحة بالنسبة حاليا بين مولات وبين يعني بين محلات أطفال في المدينة. بس مثلا عندك البحر، نطلع البحر، طبعا أغلبها كلها عائلية. طيب أستاذ ريما تعليقك يعني على خلق بيئة يعني ترفيهية للأطفال يعني في هالأزمة، أهمية هذا الجانب. نعم،
بالنسبة للأطفال يعني إيش ممكن يقدموا لهم؟ نعم، مفترض إنه يكون أكثر من جانب في الألعاب اللي تقدم للأطفال وتتنوع في المهارات. بالعكس، ممتاز لما يكون الطفل متنوع في المهارات، عندنا المهارات الإدراكية، اللغوية، الاستقلالية، حتى تنمية مهارات الذكاء كمان، هذه ممتازة يعني في استغلال الفترة كلها اللي مفترض إنه يكون الطفل هو كسب فيها مهارات. هذه تعطيه يعني تقلل من أي مشكلة قد تحصل للطفل، يعني مشاكل نفسية. فبالتالي تأثيرات الألعاب، أنا قاعد أقول في أحيانا الألعاب يعني تنوع الألعاب، الأسرة اللي تقدم تنوع في الألعاب هذه مهمة للأبناء، تعطيهم انطباعات جيدة، يكون في تفريغ نفسي، يكون في حتى تنمية لبعض المهارات. وإحنا عارفين إنه في مرحلة مرحلة الطفولة مهمة في إكساب الطفل جميع المهارات، وخاصة لما يكون بقاؤه في البيت، كيف أنا أنوع كأسرة في أخذ المهارات، كذا يكون فيها إشباع وبالتالي يكون في تنمية حتى الجوانب. طيب في 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 نقطة الألعاب الافتراضية والأيباد، الآن تلقينا ما بين يدي الطفل ويجلس عليه بالساعات، وهذا موضوع ياما أفردنا له حلقات. مثلا اللعبة اللي اسمها ببجي على سبيل المثال، ويلعبونها أطفال وفيها مثلا يعني عنف، فيها عنف يعني اعتداء على الآخرين، أنا ما راح أفوز إلا أن أغلب أو أقتل، تمام يعني ركز على المفردات، صارت عند الأطفال موجودة الآن، تأثيرها عليهم؟ نعم، للأسف تأثيرات الأجهزة الإلكترونية بجميع أشكالها، يمكن أنت ذكرت بعضها، كل الأجهزة الإلكترونية أو الألعاب، شو الأجهزة الإلكترونية وفيها ألعاب إلكترونية، لها تأثيرات سلبية جدا، يعني شحنات في الدماغ زائدة، تأثيراتها للأسف ما تبان بسرعة، يعني يظهر على المدى البعيد فيما بعد، بعدين تأثيرات مشكلة. عارف يعني إيش تأثيراتها؟ أغلب تأثيراتها على إيش؟ على القدرات العقلية. لما أتكلم أنا في الذكاء، يعني إحنا في الآي كيو، في الذكاء للأطفال مهم إني أنا أنميه، ونعرف إحنا الخمس سنوات الأولى مهمة في زيادة الذكاء. هنا ممكن الطفل لما يزيد الألعاب الإلكترونية، حتى لو كان في بعض الألعاب الإلكترونية فيها ذكاء، صحيح؟ في ألعاب إلكترونية طلعنا إحنا وفيها ذكاء وفيها تنمية وفيها ابتكار وفيها، لا نفضلها بشكل دائم، أعطيله أنا جزء بسيط، فترة بسيطة، ولكن ما يمنع في ألعاب كثيرة أدائية في اليد يلعبها، هذا المهم، يكسب منها، ينمي مهارات وذكاء، ومعها مهارات حركية دقيقة، معها مهارات حياتية، مهارات استقلالية. أيضا شيء مهم جدا للأطفال، أنمي في المهارات الاجتماعية، بمعنى أنه يلعب مع أقرانه وحتى في البيت مع أخوانه، يكون في لعب جماعي. لكن لما يكون في إلكتروني، إلكتروني ممكن في لعب جماعي مع أفراد ما يعرفهم، هنا ممكن في أشياء سلبية عليه، يعني أنا ماني شايفة من اللي معاه، لكن لما يكون شيء قدامي وهنا الخطورة، مشكلة من كل مكان، يعني من كل مكان، وكبار يعني يلعبون مع أطفال، وللأسف ما تدري يعني وش الحوارات اللي تدور أحيانا، يمكن أطفال صاروا يقولون كلمات أكبر من أعمارهم بسنين. صحيح، يعني أنا بس أأكد على نقطة معينة، أنا ممكن أعطي ألعاب وأزود الفترة شوية، ولكن بعد سن الطفولة. ليه؟ لأن الطفولة أنا قاعدة أسس، قاعدة أعطيه 70% من المهارات هو اللي أخذها. بعد سن الطفولة ممكن أنا أزود الوقت، خلاص أنا أسست فيه أشياء، فبالتالي بعدين في سن المراهقة ما هو مشكلة، خليه يطول شوية مع المراقبة، لكن سن الطفولة لا أؤيد أبداً، لأنه يكتسب مهارات قد تكون 70% يأخذها من برا أنا ما أعطيته. الآن إحنا ما نقول مثلاً والله المشكلة على الوالدين في الأسرة، الأسرة لها، لا، انفتاح، عنده عالم كبير هو يقدر يختار، لكن أنا أقدر أسيطر عليه في الطفولة، ولكن ما أقدر أسيطر عليه لما يكبر. لذلك في الطفولة مهم أني أنا أعطيه بعض الأشياء المهمة، أعطيه جزء معين، ولكن أحببه في تنمية مهاراته بشكل يدوي أو بشكل يعني. طيب خليني الدكتور أيمن، يعني في ظل القلق أكيد، يمكن الجو العام لموضوع التعامل مع فيروس كورونا، يعني في شيء مطمئن انه الاطفال وفقا يعني حديث يعني يعني اصحاب الشان الاطباء وكذلك تقارير، انه اقل عرضه للاصابه بفيروس كورونا.
هذه قد تكون مسكنة، أنا أخشى أن تكون مسكنة أحيانا للأب والأم، وما يهتم بأنه يعود ولده على الإجراءات الاحترازية إذا طلعوا. وتشوف أنت أحيانا تلقى الأب والأم لابسين كمامات وعيالهم ما يعني يلعبون وبالحديقة ولا ذا، ولا في لا يعني أي جانب احترازي لهم. تقف مع النقطة يمكن؟ أتفق إلى حد ما. هو بطبيعة الحال الوعي الآن ارتفع، النسبة التي تحدثت عنها مثلا أنه في آباء غير واعين، أو أنه حينما سمعوا أن الأعراض هذه ما تكون في الأطفال، أو أن الأطفال أقل عرضة للإصابة بالفيروس أو بالمضاعفات، فقاموا يقللوا من الإجراءات الاحتياطات والأشياء هذه، لكنها في جزء بسيط جدا منهم، والآن تكاد تكون تتلاشى. فمعظم الناس مع جرعات الوعي التي تقوم بها الوزارة والبرنامج هذا على سبيل المثال والوسائل الإعلام الأخرى، رفعت معدل الوعي بشكل كبير. إحنا الآن ما نعاني من قلة الوعي، نعاني من التطبيق والالتزام. فبعضهم عنده إشكالية نوعا ما في الالتزام أو ما هو مصدق، الآن لا، بدأت تستقل إلى أدنى مستوياتها. فأبدا من هذا الجانب أنا أرى الوضع إلى حد ما. طيب دكتور، يعني خلينا نتكلم الآن مثلا، احنا ما ندري الان وش سيناريوهات التعليم القادمه، يعني هي في قراءه واستطلاع وعندنا الجهات تتابعون اول باول، لكن يعني خلينا نفترض كل الافتراضيات، مثلا مدارس بتصير مثلا في بداياتها اونلاين مثلا مع عودتها على سبيل المثال تعليم عن بعد، لنفترض هذا الافتراض. يعني كيف اني انا اعزز فيهم امور ايجابيه، أزيد عندهم المعرفة في ظل هذه الأزمة وأجواءها العامة، من غير ما يتضررون أنهم افتقدوا شيء قد اعتادوا عليه؟ ممتاز جدا. بالنسبة للأول خطوة، هو لازم على المربين والآباء يشيلوا المسؤولية ويدركوا أهمية الموضوع، ويكونوا لديهم وعي عالي بأنه الآن لدينا متسع أكثر من الوقت، وعلينا أن نرتقي بمهاراتنا في نلعب دور من عملية التعليم، نصير إحنا مدربينه في البيت. ممكن هذه الجزء كان المدارس تقوم فيه بدلاً عنا، الآن لا، يجب على كل أب وأم أن يطور مهارات التواصل، مهارات التعليم، كيف أقدر أكون. ترى التنظير سهل كثير يا أبو سليمان، لكن بالنسبة للتطبيق وأن تكون جالس أمام الطفل، هناك شروط توفير بيئة وجو عام. أولها أن تكون بينك وبينه عاطفة قوية، أن يشعر الطفل بالأمان النفسي، أن يكون القالب العام فيه من الألفة والرحمة والمودة التي يجب أن نزرعها في الأسر. والحمد لله هذه من 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 حسنات الأزمة، عشان بس يعني ننتقل من النظرة السلبية للنظرة الإيجابية. اعتدنا على الجلوس رغما عنا بوعي أو بدون وعي في مع أسرنا، عرفناهم أكثر، عرفونا أكثر، بدأت تظهر لنا أشياء على السطح ما كنا ندركها، اكتسبنا مهارات بأن الحياة قد تكون تعيشها بأسلوب يعني منعزل في أسرة صغيرة، بدل ما إحنا من جزء من أسرة كبيرة ومن مجتمع. إحنا لدينا متسع كبير على السيطرة على أطفالنا وعلى الوضع. بقي شيء معين، هو كيف نكون ماهرين في إيصال المعلومة، كيف نضع أهداف منطقية، ما ننتقل. بعض الأسر يعني يكون ينتقل من 0% إلى إبغاها في يوم وليلة، ينتقل إلى 100% والحياة المثالية. لا لا، الأمور لازم خط زمني بشكل أسبوعي، نتدرج بالطفل في أسلوب جذاب، وعلى الله أنه يهدينا. طيب أستاذ ريما، يعني بقاء الناس في فترة طويلة يمكن أيام بموضوع منع التجول في المنزل، هناك مرة أنه خلق أجواء إيجابية يعني حميمية للأسر، وأخيرا بعض الأسر التقت بعد انقطاع طويل. وهناك من يذكر يقول أنه والله قربوا من بعض الزوجين والزوج والزوجة، وصارت يعني منفسين مع أجواء الأزمة وضغط النفسي. فالطفل لما يشوف أبوه وأمه يتعاملون قدامه يعني أنه أجواءهم متوترة، أنه والله نفسياتهم مهيب على بعضها، هذا يؤثر على صحته النفسية؟ بالتأكيد. يعني إحنا خلينا نقول بالطبيعي من غير كورونا، من غير أي ما يكون عندنا أي مشاكل، طبيعي الطفل لما يشوف في اختلاف، يعني في مشكلة بين الأب والأم، يتأثر بدرجة أكثر من الأم، الأب أكثر من الأم. وفما بالك الآن في كورونا، في الأوضاع الحالية، يكون في قلق، يكون في خوف، حتى الأب والأم يظهر خوفهم فيبينوا، فالأطفال يزيد الخوف. يعني على هذا الموضوع، يعني في أطفال، أنا أقول لك بس مثال بسيط لو تسمح لي. بعض الأطفال لما تكون الأم حامل، والآن يعني في استشارات كثير في هذا الموضوع، الأم حامل، فالأبناء كان خايفين عليها، ويكون ولادتها مثلا قربت شهر أو شيء في هذه الأيام، ففي خوف كبير إنه الأم يصير لها شيء إذا راحت المستشفى مثلا.
فصاروا الأطفال يكرهوا حتى شيء اسمه مستشفى، أي كادر طبي يبتعدوا عنه، في خوف، في كمية خوف، لأنه ممكن يتأثر، ممكن يصير أمهم شيء، ممكن يصير أبوهم شيء، حتى لما يكون تعبان أو يكون مريض ويحتاج إلى مستشفى، فهو يعني يكون في خوف بشكل زائد عن أول. ممكن حنعرف الأطفال من أول يكون يخاف من الإبرة، يخاف يروح المستشفى، بسيط. زاد الخوف هنا يأثر عليهم تأثير سلبي. لذلك المشاكل بين الأب والأم إذا كان في أي مشكلة، دائما نقول إحنا نهدي ونحاول نخلي الحوار بين الأب والأم أمام الأبناء بشكل طبيعي، وإذا في شيء مشكلة يعني في مكان بعيد في الغرفة أو شيء، إن ممكن نتحدث ونتكلم حتى لو في قلق أو في توتر بزيادة. وكمان على يعني الجانب الآخر للأطفال، ممكن الأسرة اللي فيها مصابة بكورونا، يعني هذا يعني حديث آخر لو تسمح لي. نعم. شكرا، شكرا جزيلا لكم. الحقيقة يمكن يعني هي جرعات يعني نقول توعوية مهمة للآباء والأمهات في التعامل مع أطفالهم في هالأزمة، وحتى ما يكون في انعكاسات سلبية على صحتهم النفسية وحتى على الجوانب السلوكية والتربوية. شكرا للمستشارة النفسية أستاذة ريم إبراهيم والدكتور أيمن حازمي استشاري طب والتطور وسلوك الأطفال. فاصل، وبعد الفاصل الحديث بقية. يا أهلا فيكم من جديد، وتابع برنامج كلنا مسؤول، واليوم خصصنا حلقة كما ذكرت عن الأطفال، كيف نتعامل معهم في هذه الأزمة ونعزلهم عن التأثيرات السلبية اللي ممكن تأتيهم لا نفسيا ولا كذلك سلوكيا. خلوني أروح للقصيم مع مراسلنا النشط إبراهيم النودلي، مع ضيف إبراهيم الدخيل الله مدير أكاديمية الجفل، وعندهم أنشطة خاصة للأشبال يقدمونها في الأكاديمية. خلنا نشوف شو يقدم لهم، تفضل. نعم خالد، بالفعل نتواجد في أكاديمية الجفن هنا في مدينة بريدة. هذه الأكاديمية اللي تقدم للأشبال طبعا العديد من الفعاليات، هي أكاديمية رياضية لكنها تقدم العديد من البرامج أيضا، سنتعرف على ذلك مع الأستاذ إبراهيم الدخيل الله مدير هذه الأكاديمية. حياك الله. الخدمات اللي تقدمونها للأشبال أو للأطفال حتى، والبرامج ما هي؟ عرفنا عليها بس. أهلا بكم بأكاديمية الجفن الرياضية القصيم بريدة. الأكاديمية عملاقة كبيرة تشمل الكبار والصغار، الصغار من 6 سنوات حتى 16 سنة، وتقدم لهم الكاراتيه والسباحة والدراسة الإنجليزية، وتشمل كذلك فيه إن شاء الله في القادم فيه دراسة تصير إن شاء الله تعليم للأطفال، لأنه يجي معه الواجبات ويحللوا هنا الواجبات. وكذلك هناك برامج رياضية وتعليمية أيضا، وتعليمية كذلك. طيب الطفل هنا يعني عادة أي وقت يجي ومتى يخرج ومتى؟ والله بالصيف يجي من الساعة 5 كذا ويخرج بعد صلاة العشاء الساعة 8 كذا، وفي الشتاء يجي من الساعة 3 ويخرج كذلك الساعة 7-6 كذا. أيوة. ماذا عن المدربين اللي يشرفون على هؤلاء الأشبال؟ والله عندنا مدربين ما شاء الله كفو الحد الكلمة. ليه؟ لأنه حتى أنا أراهم كأنه أولادهم، يعني حتى أعزكم الله في حتى تلبيس الجزمة يلبسونه إياه من الحرص عليهم. طبعا هذه الأكاديمية أو تاريخ هذه الأكاديمية مع الأشبال، أنتم كم لكم من سنة؟ لنا فوق 4 سنين كذا، 4 سنوات. شكرا. هلا والله. إذن خالد، يعني كانت هذه إطلالة سريعة على هذه الأكاديمية اللي تقدم العديد من البرامج الرياضية والتعليمية حتى إبراهيم للأشبال. إبراهيم احنا عودة لك وأنا برجع لك. أنا جاهز للأطفال الصغار اللي وراء الأكاديمية يتدربون الكاراتيه. نعم. أبيك الله لا يهينك علي، تخليهم يسوون لنا شيء من حركاتهم، وسوي لقاء سريع مع الطفل، اسأله قل له عن كورونا. بتعطينا الشباب اللي كابتن هذه تدريبات ايش؟ كاراتيه؟ هذه طبعا تدريبات الكاراتيه. خالد جيب البطل الصغير ذا اللي جنبه.
خذ معلقاء. ايه خلينا نشوف احد الكبار. هذا بس صغير اصغرهم ذا، بسم الله عليه. هذا هذا اخاف يضرب علي خالد. كيف حالك؟ طيب. شلونك؟ طيب. وش تدرب هنا انت؟ كاراتيه. كاراتيه ها؟ جاي عشان تطلع بطل ان شاء الله ها؟ ايوه. شو اسمك؟ يوسف. يوسف ها؟ شو اسمك يا شاطر؟ جهاد. ما شاء الله، وش عندك هنا؟ اتمرن كاراتيه. ما شاء الله عليك. سلم وسلم على كورونا واجواء كورونا يعني. اسبوعين. اسبوعين ها؟ اسبوعين. لك اسبوعين؟ ايه. ما شاء الله كان لك سنة. يعني ما شاء الله صرت محترف. ايه. يعطيك العافية. طيب. ابراهيم شكرا. اذا خالد. شكرا لك ابراهيم. شكرا لك ابراهيم النودلي. جميل ترى اقول لك يعني ما ادري، حتى يمكن تسالون عن المدربين والمحترفين في الالعاب القتاليه، الطفل لما يتعلمها وهو صغير تنعكس حتى على قوه شخصيته وحتى على يعني على نفسيته، فجيد الاباء اللي يهتمون بابنائهم يعني من الصغر. خلونا نرحب بضيفتنا نور الزامل المسؤول في البرامج التعليميه في مركز اثراء. اثراء اللي قاعد يقدم لنا برامج مبتكرة يعني منوعة في للمجتمع وإثراء المجتمع. خليني أرحب فيك وأبدأ معاك بتجربتكم في تقديم برامج يعني للأطفال خلال أزمة كورونا. أهلا وسهلا فيك خالد، شكرا على الاستضافة اليوم، يعطيك ألف عافية. حياك الله. هلا. إثراء قدم برامج متعددة في بداية جائحة كورونا كجزء من مبادرة إثراء التواصل، وطبعا خصصنا كثير من البرامج هذه للطفل والعائلة ابتداء من مارس وإلى اليوم يستمر تقديم البرامج الجديدة. قدمنا عدة برامج تستهدف الطفل بشكل مخصص، والبعض الآخر يستهدف الطفل والعائلة كذلك. وش أعطينا شيء من هالبرامج اللي قدمتموها؟ طيب، عندنا برنامج على سلسلة يوتيوب اسمها اسمعها بنفسك، بحيث نحن نقدم دقيقتين يعرض فيها إثراء أنشطة سواء كانت فنية فيزيائية، فيها بعض من العلوم والتجارب، بحيث الطفل أنه يتعلم مهارة جديدة في أدوات موجودة عنده في المنزل ويحاول أن يطبقها ويتعلم شيء جديد منها يثري وقته في المنزل. أحد البرامج الأخرى هي برنامج عن طريق البودكاست، وهو برنامج معا مع أمي، بحيث احنا نستهدف الطفل والوالدين، وهو مجموعة قصصية تنزل بشكل أسبوعي أيضا، فيها يستمتع الطفل سماع قصة وفيها يليها نشاط يقدر يشارك فيه عبر قنوات التواصل الاجتماعي. جميل. طب في هالنقطة في يعني قبل ما راح أكمل باقي برامج، عندنا أزمة في ندرة المحتوى العربي وخلنا نقول السعودي مثلا يعني الموجه للأطفال اللي يعلمهم سلوكيات يعني تربوية، للأسف أطفالنا صاروا يتابعون أحيانا يعني محتوى قد يؤثر عليهم سلبا. هل هذه الخطوة هي من خطوات قادمة عندكم في إثراء المحتوى العربي للأطفال لا على اليوتيوب ولا على غيرها؟ صحيح، وهذه يعني بعض الجهود اللي إثراء يسويها في بناء ودعم وتعزيز المحتوى العربي المقدم للطفل والعائلة، بحيث ان احنا نحاول ان حتى نوجه برامجنا تكون ارضو يعني برضو يعني مصدر اهتمام للاب والام، يكونون يشاركون الطفل في هذه التجربة عشان يهمنا التجربة العائلية في بشكل محدد. والمحتوى المقدم اغلبه يكون بالعربي وبالانجليزي، والمحتوى العربي المقدم في ضمن هذه الجائحة أكثر بكثير نسبة من المحتوى الإنجليزي. جميل. في الصيف وش البرامج الإضافية اللي قدمتموها؟ وكذلك ودي نمر على عندكم مخيم إثراء الصيفي. صحيح، أطلقنا هذا الأسبوع أول مخيم صيفي افتراضي يقدمه إثراء، وهو تبعا لسلسلة مخيمات صيفية وشتوية أقمناها سابقا، بس هذه المرة حفاظا على سلامة أطفالنا قررنا أن احنا نزورهم في إلى بيوتهم في هذا المخيم، ونقدم لهم مسارات مختلفة يعني تعزز جوانب مختلفة عنهم من العلوم والفنون، صناعة الأفلام، صناعة الألعاب. محتوى يقدم عن طريق الويب سايت عندنا في أثراء، ويستهدف الأعمار من 4 سنوات إلى 15 سنة. جميل. بحيث يقدم محتوى بطريقة ملائمة ومناسبة لكل فئة عمرية، والأهم من ذلك أن عندنا واحدة من المسارات هذه تستهدف الأطفال من ذوي الإعاقة. جميل.
يعني كويس انه الشريحه المنسيه يصير فيه التفات واهتمام فيها ترى، يعني عاده احنا نوجه برامجنا يعني ولا ترفيهيه ولا برامج حتى يعني ثقافيه ولا تعليميه لكل فئات، وننسى الفئه الغاليه، يعني ما هم حقهم في مساله ان يقدم لهم برامج يعني نوعيه تتلائم لهم. صح كلامك، وبس إدراء ما ينسى هذه الفئة، وإحنا نقدم كل مخيمنا يكون نبيكم نموذج القدوة يعني لكل المؤسسات المجتمع المدني وحتى كذلك المبادرات المجتمعية بإذن الله إن شاء الله. طيب يعني ذوي الإعاقة هل المحتوى اللي قدم لهم مختلف عن اللي يقدم للباقيين في مخيم إثراء الصيفي؟ بطبيعة البرامج التعليمية اللي نسويها في إثراء ناخذ المحتوى الموحد والموجه للأطفال بشكل عام، ونحاول إن احنا نسوي عليه تغييرات بسيطة يكون ملائم إلى الفئات ذوي الاحتياج خاصة أو ذوي الإعاقة بالتحديد، ولكن هذا المخيم مخصص لهم. الأنشطة اللي فيها تفاعل مع الأم أو الأب أو الشخص المسؤول بشكل مباشر، يعتمد على المواد الحسية، مثلا في صور كثير تقدر تعطيهم أفكار يقدرون يسوونها من المنزل. أيضا يعني يصاحب هذا البرنامج بشكل محدد نصائح معينة للأم والأب كيف يقدرون يطبقون هذه الأنشطة في البيت بالأدوات الموجودة عندهم، وبأفكار معينة كيف يوفرون البيئة المناسبة في المنزل لإقامة هذه الأنشطة. جميل، شكرا جزيلا لكم. يعني مركز إثراء هذا نموذج عالمي حقيقة كمبادرة كبيرة نفخر فيها في المملكة، مو بعشان مبناه من أروع المباني يعني في المنطقة، إنما البرامج اللي قاعدة تقدم والفكر الإداري والمؤسس اللي يدار فيه هذا المركز نبغى نصدره إن شاء الله كتجربة عالمية رائدة يعني في مجال إثراء المجتمع، سواء تعليميا تربويا توعويا أيا كان. شكرا لك نور الزامل مسؤولة البرامج التعليمية في مركز إثراء. طيب احنا يمكن نطلع فاصل الآن، لكن بعد الفاصل حنكمل حديثنا، نستعرض تجارب، نتحدث عن جوانب لها ارتباط بالطفل وكيف يمكن أن أستغل هذه الأزمة إيجابيا مع الطفل. تساؤلات كثيرة بعد الفاصل. يا أهلا فيكم من جديد، خلونا نروح لعروس البحر الأحمر جدة مع مراسلنا يوسف الزايدي ومع ضيفه الأستاذ الدكتور إقبال الإسماعيل المشرف العام على مركز الموهبة والإبداع، للحديث عن برنامج تبني المواهب من قطاع التعليم العام بكافة المراحل العمرية. نتابع. أهلا بك زميلي خالد، ورحب بك وبالمشاهدين الكرام. نتواجد اليوم من مركز الموهبة والإبداع بجامعة الملك عبد العزيز. هذا المركز والذي يعنى بالفئات السنية، نتحدث عن الفئات السنية الصغيرة وارتقاء إلى جميع الفئات العمرية. وللحديث عن الموضوع بشكل أكبر ينضم إلي المشرف على مركز الموهبة والإبداع الدكتور إقبال إسماعيل. أهلا بك دكتور، ورحب بك عبر برنامج كلنا مسؤول. دكتور، لو نتحدث اليوم عن مركز موهبة وتبنيه للموهبة الصغيرة وكيف قمتم بهذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة مركز الموهبة والإبداع بجامعة الملك عبد العزيز يعنى بالموهوبين، ونحن فخورين بوجود هذه الإمكانات العظيمة المخبرية والتجهيزات اللازمة لتبني ولاحتضان الطلاب الموهوبين، إضافة إلى ذلك القامات العلمية من الأساتذة والباحثين الموجودين بجامعة الملك عبد العزيز، كل هذه تعتبر فرص داعمة لأبنائنا الموهوبين، وبالتالي نحن نستقبل الطلاب الموهوبين في خلال العام الدراسي بأكمله في برامج متعددة متنوعة، في مسابقات عن قرب وعن بعد، وخلال الصيف يكون لدينا البرنامج الإثرائي الصيفي الذي فيه ينضم إلينا طلبة المملكة، وهذه السنة انضم للبرنامج 2800 طالب، وعدد كبير منهم يدرسون تحت إشراف أساتذة جامعة الملك عبد العزيز. طيب دكتور، ونتحدث عن البرامج المقدمة للشباب أو للموهوبين في مركز الموهبة والإبداع في جامعة الملك عبد العزيز. الحقيقة بما لدى الجامعة من إمكانات هائلة طبية وهندسية وعلمية وبيئية وحاسوبية، فكل هذه الأطياف متاحة لدينا لكي نقوم بتدريسها أبناءنا الطلاب ونواكب كل جديد، والعلوم والمعارف التي تفتح الآفاق في المستقبل وتمثل وظائف المستقبل لأبنائنا الطلاب،
والحقيقة الجوانب الصحية تتوفر فيه عدد من الحقائب التدريبية، الجوانب الهندسية تتوفر فيه عدد من الحقائب، وهكذا في البيئة وفي العلوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات، وأيضا في الجوانب الحاسوبية. دكتور، لو نتحدث عن الفئات السنية الصغيرة اللي تأتيكم، ما هي أقل الأعمار الموجودة وما هي البرامج المقدمة لهم أيضا؟ أصغر الطلاب الذين يأتون إلينا هم في ثالثة متوسط من الطلاب الموهوبين، ينضموا إلينا في البرامج الإثرائية. دكتور، لو نتحدث عن تقديم هذه البرامج في ظل يعني الأزمة الموجودة، أزمة كورونا، وكيف تقديمكم لهذه الخدمة؟ كما نعلم الموهبة هي إبداع ولا تتوقف عند حد، وإن شاء الله ما تعجزها هذه المعوقات. فنحن 13 سنة الماضية كنا نقيم برامج نحتضنها في الجامعة، نقدم الخدمات لطلبتنا من السكن ومن التغذية من النقل من كل القطاعات ومرافق تجند لطلبتنا. هذه السنة كان من المستحيل أنهم يأتوا طلبة من كل مناطق المملكة، فكان البديل هو عن بعد، وبالتعاون مع مؤسسة الملك عبد العزيز للموهبة والإبداع وجامعة الملك عبد العزيز وجامعات أخرى كثيرة، استطعنا أن نقدم برنامج عن بعد، وانضم لنا عدد جدا كبير، ونحن نتابع المدربين والمدربات وهم بدورهم يقوموا بتدريس الطلبة، فلم يتوقف البرنامج والحمد لله أعطى ثماره. وليس هذا فحسب، بل الطلبة الذين لم يتمكنوا من الحضور في السنوات الماضية لبعدهم لانشغالهم لأي معوقات استطاعوا هذه السنة أن ينضموا للبرنامج عن بعد، ولله الحمد. شكرا جزيلا دكتور كبار. إذا زميلي خالد، هذه كانت البرامج المقدمة في مركز الموهبة والإبداع بجامعة الملك عبد العزيز لتنمية مواهب الموهوبين في هذا الوطن الغالي. هذا كان لدي زميلي خالد، الصوت والصورة إليك. شكرا، شكرا لك زميلنا يوسف الزايدي. يمكن هذه من مبادرات جامعة الملك عبد العزيز. خلينا نشوف حتى مبادرات مؤسسات المجتمع المدني، ونروح للجوف. مراسلنا يزيد السالم ينتظرنا، ومعه ضيفة أستاذ نايف المريحيل الرئيس التنفيذي لجمعية تواد التنمية الأسرية، وراح يتكلم عن برامج الجمعية المقدمة للأطفال. تفضل أخوي يزيد. مساء الخير زميلي خالد، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. نعم، تواجد من مقر جمعية تواد للتنمية الأسرية في مدينة سكاك الجوف، اللي نتحدث وإياكم عن الدورات التدريبية التي تقدم للأطفال والأنشطة والفعاليات التي تقدم للأطفال في منطقة الجوف. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي رئيس الجمعية الأستاذ نايف المريحيل. بداية نرحب بك عبر برنامج كلنا مسؤول، لو تطلعنا عن البرامج التي تقدم للأطفال في من الجمعية في منطقة الجوف. الله يحييك أستاذ الكريم، وأحيي الأخوة المشاهدين جميعا. الحقيقة جمعية تواد وجمعيات التنمية الأسرية في المملكة الحبيبة تقدم برامج للأطفال. هذه البرامج تبدأ من قبل أن يوجد الطفل على هذه الأرض، من خلال العناية في برامج المقبلين على الزواج، حتى تقوم هذه الأسرة بطريقة صحيحة من خلال تأهيل الأب والأم ليتعامل مع الأطفال، وخصوصا الطفل الأول، تعامل صحيح. هذه البرامج تهيئ أسرة مستقرة ينشأ من خلالها الطفل. لو تحدثنا بس عن بعض الأنشطة التي تقدم، يعني غير الأنشطة التي ذكرتها قبل قليل، اللي تقدم للطفل من بين يعني مثلا من عمر السادسة وحتى الحادي عشر. الحقيقة جمعيتكم جمعية تواد يعني سارعت في إنشاء بعض الأكاديميات والنوادي والملتقيات التي تعنى بالأطفال. مثال ذلك أكاديمية مسارات الإبداع، وهذه الأكاديمية تعنى بتنمية مهارات الطفل الإبداعية من خلال برامج وحقائب تدريبية متخصصة لهذه الفئة، تبدأ من 9 سنوات إلى 15 سنة تقريبا. أكاديمية أعداد القادة، البرامج الصيفية، والآن نحن في موسم تواد الصيفي الرابع، تقدم برامج للأطفال، برامج تدريبية، برامج ترفيهية، مسابقات وغيرها. طيب، خلينا نتحدث بس عن موضوع الدورات والأنشطة عن بعد. ماذا قدمتم خلال أزمة كورونا؟ خلال هذا الصيف ومع جائحة كورونا التي أثرت يعني على العالم بشكل كامل، تحولت الجمعية بطريقة مرنة وسلسة إلى تقديم برامجها عن طريق البرامج عن بعد.
استهدفنا الأطفال في برامج تفاعلية عن بعد، استهدفناهم في مسابقات أيضا تفاعلية بين الأطفال في الأسر، داخل الأسرة الواحدة استهدفنا الأطفال في برامج تنمية مهاراتهم وتنمية قيمهم، تعزيز جانب الانتماء الوطني لدى الأطفال. وكل هذه البرامج قدمت عن بعد. نعم يزيد. شكرا لك أستاذ نايف. نعود إليك زميلي خالد. نتمنى من جميع المواطنين والمقيمين لدعم مثل هذه الجمعيات التي تقف بين أروقة المجتمع. أعود إليك زميلي خالد، هذا ما لدي في شكرا. مدينة سكاك الجوف. شكرا شكرا لك زميلي يزيد السالم. في قصص كثيرة للجهود تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، لكن ما زلنا نقول البرامج تقدم للأطفال والإثراء دون المأمول بشكل كبير. نبي برامج كثيرة تزرع القيم، تزرع السلوك عند الأطفال، تحفظ أطفال من يتأثروا سلبيا مع وجود التقنية وتواصل وانفتاح هذه التقنية على العالم. الأمر الثاني للأباء لما تنتبهوا لأطفالكم من المعقمات، لا تخلون المعقمات يعني بين أيديهم وهي أكيد تمثل خطورة عليهم، فالله يعافيكم، انتبهوا لأطفالكم. وأخيرا شكر حقيقة للمميزة جدا واللي أفتخر أن منظمة طاقم عمل برنامج كلنا مسؤول وقبلها برنامج تم ريما سلطان، نموذج للشابة خريجة الإعلام اللي تمتهن المهنة بحب وشغف، وأتمنى لها كل توفيق في أمان الله.